نور، بنسمع كتير عن مشكلات يمكن شائعة عند كتير من الناس، وهي الصداع المستمر، الصداع اللي ممكن نشعر فيه بشكل دائم. بعض التجاويف المملوءة بالسائل ممكن تكون هي مؤشر على وجود كيس مائي في الدماغ، هل هو أورام ممكن تكون خطيرة؟ كيفية العلاج؟ شو مدى خطورتها؟ وشو أسباب تشكلها؟ كل هاي الأسئلة أكيد رح يجاوبنا عليها الدكتور أحمد جهاد عابدين، اختصاصي في الجراحة العصبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. في الأخبار صباح الخير دكتور. لما نقول كيسة على الدماغ أو ما في شيء بالدماغ، دائما الناس بتصيبها حالة رعب أو خوف. خلينا بالبداية طبيا أو علميا نعرف الكيس المائي على الدماغ شو هي. هلا الكيسات المائية الدماغية واحدة أمراض الشائعة في بلادنا. كيس المائية هي عبارة عن طفيلة. نحن نعرف في علم الأمراض الأنتانية في شيء اسمه فيروس مثل الكورونا الرشا، في اسمه جراثيم مثل السل والتيفويد، في شيء اسمه فطور مثل مبيضات البيض، في شيء اسمه الطفيليات اللي مثالها هي الكيسات المائية. فالكيس المائي عبارة عن طفيلة بنسميه الشوكاء المقنفذة ليكونوكوكس جرانيولوسيس. هذا الطفيلة عادة يكون في الحيوانات اللاحمة وخاصة بالماشية، هذا الثوي أول بنسميه أو مضيف أول يكون مصاب بهذا الطفيلة. يتأتي الحيوانات مثل الكلاب والقطط حقيقة ينتقل إليها عن طريق أكل هذه اللحوم المصابة، ويخرج من فضلاتها البول والبراز على الحشيش على الأراضي. يأتي الإنسان يأكل من هذه الخضروات اللي بلادنا هي شائعة جدا طبيعي، والملوثة ببول وفضلات القطط والكلاب، لذلك هو أكثر الأمراض إصابة عند مربي القطط والكلاب. طبعا هو جغرافيا سوريا تعتبر حسب الإحصائيات المحلية احنا عاملينها والدولية من أكثر بلدان الشرق الأوسط مصابة بداء الكيسات المائية، التي تليها الجزائر. أكثر تركيزه كان في منطقة الشمال والشمال الشرقي، في جزيرة معظمة كانت الوفيدات تجينا من هالمنطقة هاي. إذن هذا عبارة عن طفيلي بيوضه بيأكل الإنسان عن طريق السلطات التبولات طبعاً هذا حقيقة، بس ما لم عقمة ما متعامل معه بشكل جيد. تدخل إلى المعدة، المعدة الحمد لله بيفكك هالبيضة جدار، يأخذ جنين اسمه مسدس الأشواك يخترق جدار أمعاء إلى الدورة الدموية إلى الكبد. المحطة الأولى الكيسات المائية هو في الكبد، 70% من الإصابات تكون في الكبد، كيسة أو أكثر من كيسة. بعدين بيعبر الدوران إلى الرئة، 20% في الرئة، بيصفى 10% بأماكن أخرى بجسم من بيانات الدماغ. فالدماغ نسبة توضع الكيسات المائية في الدماغ هي 2-3% من داء الكيسات معممة. هلا دائما بالدماغ غالبا بتكون كيسة وحيدة، كيسة كبيرة، طبعا تبدأ صغيرة وتكبر تكبر، ممكن تاخذ أحجام كبيرة. أنا آخر واحدة عملناها يعني من حوالي 3 أيام ولا يزال مريض في مشفانا في مشفى الأسد الجامعي، تصدق 15 سنتي قطرة. وتتمدد على أريحية، لأنه هذا يعتبر مرض سليم، وحتى ما له مرض خبيث. يعني الكيسة المائية هي بنسميها، احنا نحكي عن أورام الدماغ نقول هناك أورام سليمة وأورام خبيثة، وهناك ما يسمى آفات تشبه الأورام، أورام كاذبة. تدخل الكيسات المائية في هذا التعريف، عبارة عن كيسة كبيرة جواتها سائل بنسميه سائل أبيض، سائل في ما يسمى الرحل الرمال العدارية، عبارة عن كيسات بنات اللي هي تعدي إذا انبثقت تعدي وتنشر هذه الكيسات لعدة كيسات أخرى، زي بسموه أحيانا السرطان الأبيض. بالمناسبة الكيس المائي معروف أن بقراط وصفها من زمان، في عام 1784 في عام جويرز حكى أنه في شيء اسمه بديدان الشريطيات ما يشبه الكيس المائي، فهو قديم لكن هلأ هو عم نشوفه ليس بلادنا بنسبة كبيرة. نعم دكتور، إذا بدنا نحكي عن مدى خطورتها وتأثيرها على جسم الإنسان بمختلف أماكن توضعها، إن كان بالرئتين بالكبد وصولا إلى الدماغ، وكيفية استئصالها لحتى يرجع الشخص يمكن بشكل طبيعي. بعض الأورام الحميدة ممكن لا تستأصل، وبعض الآخر يجب استئصالها. خلينا نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع. هلأ هي ما في شك أول شيء داء الكيسات المائية تأخذ كل الاختصاصات الجراحية، الجراحة العامة والجراحة الصدرية والجراحة العصبية. عادة هي أشياءهم تكون في الكبد كما اتفقنا، وهي بتكون عدة كيسات. طبعا هي تشخيصها سهل، عادة بيجي مريض بأعراض هضمية معينة، أحيانا يرقان أو آلام كبدية، من خلال استقصاءات شوي وتشخيصها بالمناسبة سهل جدا. هي التصوير الطبقي المحوري أو الرنين المغناطيسي بيأكدها تماما، ما في عليه غبار، عبارة عن كيسة كروية تماما بيشوفوها الشعاعية مرسومة بالبيكار إلى جدار الرئي، ما بتخبي حالها عند أي شعاع، هي كيسة مائية. فإذا تشخيص الشعاعي سهل، التدبير دائما جراحي دائما، إلا في حالات لما يكون عدة كيسات
يعني بالالاف بنحكي، يعني بيقولوا كيسان مثل الدحاحيل بتكون منتشره هون، صعب تصلين كله، فبنعطي مركبات دوائيه اسمها الالبندازول مده 6 اشهر. بس عاده بتكون كيسه كيستين سواء في الكبد او في الرئه يتم استئصاله من قبل الجراح المختص. بالنسبه للدماغ عندنا دائما نشوف كيسه واحده كبيره، طبعا هي تبلش صغيره وبتكبر، والعمر دائما عند الاطفال تبلش من تحت 20 سنه، بس بتمد معه 10-15 سنه لانه نموه بطيء، بتدفش دماغ ما بترتشح فيه، ما له سرطان، ما بتغذي، لذلك على مهل. فتبدا الاعراض اللي هي عاده اشياء انواع عرضيه في الدماغ، اعراض ما يسمى فرط التوتر داخل القحافه، بيجيك من المريض عم يشكي صداع، صداع مع قياءات وتدني رؤيه او نوبه اختلاج، وكثير احيانا بنكشف نوبه اختلاج، يمكن لانه نحن قلنا انه تشخيصها سهل بس اعراضها لنعرف اكثر، لانه نحن اساسا يعني بمجتمعاتنا ثقافه الذهاب الى دكتور هو اخر خيار. صحيح. يعني بيقول لك وجعني راسي، بيوصل لحد بياخذ بنادول، ممكن كثير يكون عنده مشاكل او اعراض هو ما ينتبه لها. خلينا نحكي عن الاعراض، لما اقول انه فعليا انا في عندي كيس مائي على الدماغ، وعم تحكي انه بعض الاشخاص عم يبقوا 10 سنين يعني. نعم. هي بتكون نعم. كيسه صغيره وبتكبر. صحيح. لتجنب هي الحاله شو الاعراض اللي ممكن انا اقول لو كان في ألم مثلا، ألم بالرأس لازم أراجع أو أعمل صورة شعاعية؟ ما في شك تدخل ضمن سياق ما اتفقنا، هي أورام شبيهة بالأورام، الآفات شبيهة في الأورام، يعني تقلد أورام الدماغ السليمة. فبتعطي صداع، الصداع الورمي بنسميه، له صفات، مو أي وجع راس وورم دماغ، ولا كان كلياتنا بنروح نصور. عادة عادة الصداع الورمي هو صداع مخاتل، ببلش خفيف ويزداد يوم مع يوم. يوم عن يوم ما عم يتراجع، يوقظ المريض ليلا، هي علامة كثير هامة ما بنحبها. المريض أنا بفين وجع الراس هذا، بنحط الشهر الاستفهام، لازم يتم استقصاؤه، ما نهمله، نعطيه بنادول سيتامول ونمشي. بيرافقوا قياءات، واحيانا بتكون قياءات صباحيه وخمت النافوره، بيقول لك عم قياءات نافوريه، هي تستوجب ان هون في مشكله حقيقيه، هذا الصداع ما عاد صداع طبيعي، او صداع مع نوبه اختلاج، وجعني راسي، جاني راسي صار لي شهر وشهرين وسنه وعملت نوبه اختلاج، نوبه صرع يعني. او انسدلت هبطت عيني، او مال تمي، او ارتخت ايدي ورجلي، لا هي هامه، هي صار في عندي انا مع الصداع في علامات عصبيه، هي حكما بده يراجع الطبيب ويجري استقصاءات شوي، مين بيناتها حيكون صوره الرنين او الطبق المحوري وحيتاكد وجود هذه الكيسه. دكتور، في حال وصلنا للعلاج باستئصال هذا الكيس المائي بأي مكان توضع فيه، بعد ما تنتهي العملية ويتمثل الشفاء، نحن فينا نقول هذا العلاج هو علاج بشكل كامل، أو هو علاج ممكن عودة هذا الكيس المائي مثل ما قلنا دكتور بغض النظر عن المنطقة اللي موجود فيها؟ سؤال كثير حلو. أولا الكيسات المائية الدماغية تولد بالكامل كما يولد الجنين من رحم أمه. نحن نستأصلها عبارة عن ولادة تماما، نفسح مجال للدماغ في تكنيك جراحي، وخلال تقنية حقن الماء بأنابيب ناعمة ندفش الكيسة فتطلع تماما ولادة. وهيك يفترض فوض الجراح القدير عم يتعامل مع أعضاء نبيلة في الدماغ يولدها بالكامل، لأنه المشكلة فقط إذا انبثقت، إذا انبخشت، وهي جدار الرئي كثير، البيضة المسلوقة. شو نسبة حدوث هذا الشيء دكتور؟ حسب هلا ممكن تحدث حسب خبرة الجراح، أو إذا كان شوي يعني بأدواته يعني ما كان يعني بكامل دقيق، ممكن هي جدار كثير رئي مثل البيضة المسلوقة إلى قشرة رئيئة، نفس سماكة القشرة وجواتها المي، فبده يتعامل بحذر جدا. هلا إذا ولدت كامل، وهيك بالعادة بتصير مع معظم الجراحين، الشفاء تام. الشفاء تام. انتهت مشكلته المريض، حلينا المشكله، ما بده علاج ولا تنكوس. اما انت المشكله اذا انبثقت طلعت هالمي انبشرت على الدماغ، ممكن بعد سنين يرجع بدل كيسه بصير 7-8 كيسات. وممكن يحدث ما يسمى الصدمه الطاقيه، فيها مواد انه خاصه سائل البنات بيعمل صدمه طاقيه اثناء العمل الجراحي، اذا بثقت ممكن تعمل يعني حاله صدمه كبيره قد تؤدي بالحياه بسبب الوفاه بسبب الصدمه. فهذه الخطوره فقط انه ما تنبثق اثناء العمل الجراحي، او عفويا كبرت حاله مبثقت بتعمل انه داء كيسات متعدد مع صدمه طاقيه، هذه الخطوره. اما عدا عن ذلك اذا استوصلت كاملا العلاج تام، هو يعني هو بنسميه انذار جيد جدا. حلينا مشكله جذريه. حجمها يعني عم تقول 15 سم. نعم، مهما كان ما بتعمل اثار. ما بتعمل اثار يعني مهما كان حجمه كبير، مهما كان حجمه تولد ولاده تطلع قد ما كان حجمك. طيب دكتور، غير الدماغ قلت ممكن تكون كمان في الكبد والرئه كمان إلى اثار فينا نقول يعني؟ خلينا نحكي عن هي الاعراض والاثار، لانه عم تقول بدها وقت لتنمو كمان. في الرئه بتعمل مثل اي ورم، مثل اي ورم رئوي ضمن النسيج الرئوي، عباره عن اعراض صدريه معروفه اللي هي السعال اكثر شيء، تخريش يعني صداع
آلام صدرية، آلام جنبية. هلا إذا انفتحت مشكلة الكيسة على القصبات بيصيرهم في مشكلة بآلة نفس دموي إلى آخره. بالكبد تعمل طبعا يعني مثل أي ورم كبدي ممكن، بس يعني ليس لحجم كبير، آلام في منطقة الكبد، أحيانا يرقان، أحيانا تدني بوظائف الكبد، عسرة هضم، بتراجع طبيب هضمي مرة مرتين، بيعمل له إيكو، بالإيكو بتميم الكبد لأنه بتوجع إنه في عندي كيسة، بنعملها طبقة ملح بتطلع. الكبد ما تولد ولادة، بسموه توخيف يعني تفريغ وحقن سوائل داخلها، أما بالرئة والدماغ ولد بالكامل. دكتور دائما السؤال انه الاطفال باعمار معينه بنحاول قدر الامكان بعدهم يمكن عن ادوات الجراح، حتى يمكن في بعض الامراض يفضل يمكن او العمليات تاجيلها لحتى يبلغوا سن معين. اليوم في حال وجود هذا الكيس المائي عند الاطفال باعمار صغيره مثلا 5 سنين 6 سنين، هي الاعمار يفضل انه نحن في حال اكتشافها بسرعه بيفضل اجراء العمليه بشكل مباشر او نحن ناجل شوي لحتى لا مباشر أكثر. مباشر مهما كان عمر الطفل. بالعكس كل ما عملنا باكر ما امكن نتائج افضل. لانه لما يكون حجمه هالقد غير لما يكون حجمه هالقد خلي له فراغ بالدماغ. ما له علاقه العمر، انا شاغل 3 سنين و5 سنين ونادر تحت ال5 سنين حقيقه. بس ال7 و8 وال10 شايف كثير. كيس المائي مجرد ما شخصت فورا عمل جراحي، عمل جراحي سهل وقابل للاستئصال بشكل كامل ونتائج ممتازه. قد ايه نسبه الشفاء بعد قد ايه دكتور بيرجع المريض ان كان طفل او بالغ بعد شهر طبيعي. يعود طبيعي 100%. تمام. طيب خلينا نعطي لكل المشاهدين نصائح عامه، قديش مهم فعليا نحافظ على نظافه الخضروات لحتى ما نوصل لهي المرحله، وحتى خلال العلاج قديش مهم نحافظ على صحتنا، لانه نحن بنقول لك بعد يومين من العمليه حسينا حالنا مناح بنرجع لحياتنا الطبيعيه، كمان هي الى اثار جانبيه. هلا الوقايه ضروريه جدا وخاصه ببلادنا، موضوع الخضروات الارضيه بناكلها كلياتنا وهي بتشوفها بشكل دائم صحيح، هي مشكله سواء عفوا بالمطاعم ولا ببيوتنا اذا ما كان في تعقيم وتطهير، ما حقول تعقيم، تطهير لهذه الخضروات وكان جاي من مزرعه من اماكن ما بتعرف اي روث أي كلب او قطه كان ماشي تمام. وعمل فضلاته، هيدي النقطه الاساسيه اذا تطهير الخضروات بشكل جيد. اثنين اللي عم يربوا القطط والكلاب والماشي كمان هن بدهم يعني دائما يكونوا ياخذوا الى الاطباء البيطريين بشكل دوري للكلاب او القطط، لان في فحوصات بيشوفوها ممكن يكتشفوها في فحوصات دمويه. اللقاحات دكتور هي ما لها لقاح لكن في لها علاج حقيقه، لها علاج لها علاج بيعالجوا لهم يعني. بعدين في احيانا نفس اللحمه بيشوفوا هذا في منظر كيسات بيبتعد عنها ما ياكلها اثناء قطع اللحمه، اذا كان جاي كيسات صغيره بيبتعد عنها. هذا الشيء الاساسي، انه حتى بالجلد المدبوغ احيانا يعني بس التعاون مع القطط والكلاب حتى باللمس، احنا معروف الكلاب القطط بينظف بلسانه احيانا جسمه صحيح. فممكن ياخذ نفس البيوت بيزرعها على جسمه وتجي تعمل له هيك ما بتغسل ايديك، شغلات بسيطه لكن بتصير. لذلك اكثر ما بشوفها عند المربين القطط والكلاب والماشيه هون بيجي عنصر الوقايه بتكون تماما. بعض النصائح دكتور يلي بتوصي فيها يمكن اثناء تهيئه لي على عمليه ممكن يكون في نصائح معينه، اسلوب حياه معين قبل اجراء العمليه وايضا بعد انتهاء ممكن يكون بالذات الكيس المائي، نحن اول شيء بنحط المريض بصوره انه عندك آفة سليمه ما بتخوف، ما هي مرض سرطاني قبل الانتشار. اثنين هذا اجري العمل الجراحي بشكل جيد، هو عمل جراحي جذري حتشفى شفاء تام. التهيئ النفسي والدوائي قبل بيوم عمل الجراحي شغله ضروريه، وفعلا العمل الجراحي هو عمل عاده سهل، صعب في فتح جمجمه، في فتح تعامل مع الماده الدماغيه، لكن لا يذكر يعني لما تذكر عمليه بالدماغ هي بالنسبه للناس موجعه يعني بتخاف لما تقول يعني هو اختصاصنا حقيقه في اختصاصين في الطب هن بسموه التعامل مع اعضاء النبيله صحيح، هي جراحه القلب المفتوح وجراحه الدماغ والاعصاب، يعني لا تخلو من المضاعفات والاختلاطات حسب المنطقه، اذا كان احيانا الكيس المائي المنطقه حركيه بنقول له فهم المريض انه احتمال تطلع على بعد العمليه، اول شيء في عندك ضعف ايدك ورجلك وما عم تحكي حسب المنطقه المصابه، بس بيرجع لانه هي آفة سليمه دافشه المنطقه ما لها غازيتها ما لها مرتشحه فيها فبيتحسنوا شويه علاج في الزائمة شويه وقت بيمشوا وهكذا بيصير. فنحن بنطمن المريض قبل العمليه لو حدث هيك مضاعفه قابله للاصلاح العفوي مع العلاجات المتممه. واحيانا نعطي مركب دوائي اذا كنا شاكين في امراض اخرى يعني في داء كيسات منتشر، نعطي مركب اسمه الالبندازول، هذا مضاد طفيلي لمده 6 اشهر. هذا المركب بيتاخذ اذا كان في كيسات بالكبد؟ اذا كان كيسات صغيره عديده جدا ما في نستصل نعطي هذا المركب فعال. طب عمليه استئصال مضاد طفيلي هو عمليه استئصال الكيسات ان كان في الكبد او الرئه الى اثار جانبيه؟ ان
مثل اي عمل جراحي، اي عمل جراحي عاده مثل لك بالرئه بتولد توليد، فبس عباره عن فتح صدر، مشاكل فتح الصدر. بالكبد توخيف يسموها، يعني تفريغ وحقن ماده جواته، وحق بحطوا بعدين مفجر مؤقتا ليسحبوا، يعني عاده ما لها المشاكل كثير. انه مره ثانيه افه سليمه، ما هي مرض منتشر، ما هي مرض غازي يعني. صحيح. وغير نازف عاده، عمليه غير نازفه، ما له اورام النازفه تحتاج دم كثير. لا دكتور، دائما ببدايه المرض او حتى بنقول اي شيء ممكن ينصاب فيه الشخص ببدايته، السؤال دائما بيكون انه احنا بنقدر نستعيد عن العمل الجراحي بادويه معينه في حال كان حجم الكيسات متناهي في الصغر او صغر او حتى بدايه تشكل، ممكن احنا نستعيد عن الاستئصال او العمل الجراحي ببعض الادويه؟ نعم، هو ما حيث ما في غير دواء واحد بضغطه في الالبندازول بعياراته بمده 6 أشهر على الاقل. هذا بنعطي اذا كان في كيسات عميقه التوضع صعب الوصول اليها وصغيره او متعدده. هلا بنشوف اكثر شيء متعدده بالعمود الفقري، بالدماغ ما بنشوفها متعدده، اما العمود الفقري انا بذكر اخر شيء 6 أشهر عملنا عمل جراحي على الاقل 2000 كيسه عن مريض. 2000 عدد هائل دكتور. هذول ما فيك شيء، بنعطيك مركبات دوائي، او اذا كان بالكبد نفس الشيء عباره عن دحاح. ممكن تتشكل على العمود الفقري غير الكبد؟ بالخاع الشوكي، على العمود الفقري، على الخاع الشوكي نفس الاله وصلت. انا شايف 2 بالعين، وحده بالثدي، وحده بالغده الدرقيه، هذول نسبتهم اللي اقل من 10% بيجوا مبعثرين. فلما يكون كيسات متعدده وصغيره وغير قابله للاستئصال نرجع مركب وبيغني عن العمل الجراحي، بخفف كثير حاجتنا للعمل الجراحي. نعم. طيب تعدد الكيسات اذا فينا نقول على العمود الفقري بياثر على حركه الشخص او طبيعي حسب شو عمل اذيه وقاعيه؟ لما بتحكي عن اذيه مثلا، نعم، ممكن يكون عنده ضعف طرفين سفليين، ممكن يكون عنده الام بظهره ورجله من خلال استئصالات بوجود داخل الكيسات، لانه الكيسات المائيه بالعمود الفقري حقيقه تختلف عن الدماغ، منطقه حساسه بتصيب العظم وبتاكل العظم شوي، فبتساوي مشاكل اكثر من الدماغ عكس ما يظن الناس. طب شو الاعراض اللي بينتبه لها؟ الام اسفل الظهر، الام اسفل الظهر بس، ما انتشارات للطرفين السفليين، بيظنوا عن ديسك ما ديسك من خلال التصاوير نجد هذه. طيب دكتور، كثير من الاشخاص بعد العمل الجراحي في بعض العمليات الخاصه والمعينه يوصي الطبيب بالعلاج الفيزيائي لعوده يمكن عمل العضو بشكل كامل يعني وسليم. تماما، إعادة تأهيل. بعض الأشخاص للأسف بالبداية بيلتزموا بتعليمات الطبيب بشكل كامل، وبعدين يمكن بيدخلوا بحالة إهمال، فهون شو تأثيره في حال أهملنا العلاج الفيزيائي بعد إجراء هذا العمل الجراحي؟ لا، ما في شك، دائما الجراحة العصبية والعلاج الفيزيائي فيزيوثيرابي متعاضدين، ما لنا غنى عن بعض البعض. كثير من عملياتنا نحن بيطلع مرضنا، تفضل شوي قلنا لكم مثلا في عندنا خزل شقي او ضعف، هذا بده علاج فيزيائي، بلا علاج فيزيائي صعب يرجع لحياته الطبيعيه. ومثل ما تفضلتي انه في البدايه بتشجع الواحد اول شهر، حقيقه هو لازم يستمر مع المعالج الفيزيائي، لانه اذا قطع ممكن ترجع تضمر العضلات، تيبس المفاصل، بتراجع لورا كثير، رد اعمل له اعاده تاهيل، حتكون يعني بده يرجع للصفر، فلازم يلتزم مع المعالج الفيزيائي، يعني ضروري جدا علاج الفيزيائي ونسمي اعاده تاهيل ما بعد العمليات الجراحيه، وخاصه ما تكون دماغ او العمود الفقري. اكيد بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات القيمه اللي اليوم تعرفنا عليها، تعرفنا على كثير تفاصيل يمكن نوعا ما مخيفه بالنسبه للناس، بس التفاصيل هي العلميه بتعطي شويه راحه انه مش اي كيس على الدماغ او ممكن نسميه شبه ورم هو يكون له حاله صحيه سيئه، فشكرا كثير لك دكتور. اهلا وسهلا. كل الشكر لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. ميلاد مجيد، ينعاد عليك بكل الخير والصحه يا رب. ميلاد مجيد، شكرا لك. شكرا لك.